بعض المشاهير يحبون إنجاب أطفال كثيرين بدافع حب العائلات الكبيرة. إليكم هؤلاء في حلقة اليوم من توب 10 المشاهير. الفنانة غادة عادل أم لخمسة أبناء، أربعة أولاد وابنة واحدة من زوجها السابق مجدي الهواري، وهم مريم وحمزة وعز الدين وعبد الله ومريم. وقد صرحت غادة أنها لم تخطط يوماً أن تنجب عدداً كبيراً من الأبناء، ولكنها كثيراً ما تجد نفسها قادرة على رعايتهم، وعلى الرغم من أنها تعطلت بعض الأوقات في مشوارها لرعاية أبنائها وتوقفت عن التمثيل عدة سنوات، إلا أنها نظمت حياتها وأصبحت في هذه الفترة أكثر نجومية وتألقاً، وتزداد جماهيريتها العريضة يوماً بعد يوم. أما نجم هوليوود بروس ويلس فهو أب لخمس بنات، ثلاث منهن رومر وسكاوت وتالولا من الممثلة ديمي مور، وابنتان مابيل وإيفيلين من الممثلة إيما هيمينغ. وما لا يعرفه الكثير، الفنان محمد عبد الملقب بأبو نورة فلديه 11 ابناً، ولكن جميعهم لا ينتمون إلى أم واحدة. وكانت الزوجة الأولى سيدة سعودية الجنسية وهي نجوى بنوي، والتي تزوج منها في عام 1977، واستمرت هذه الزيجة ما يقرب من 26 عاماً، وأنجب منها 7 أبناء ولدين وخمس بنات، هما نورة وود وريم وهيفاء وعبد الرحمن وبدر ودلال. أما ميل جيبسون فلديه ابنة تدعى هانا وستة أبناء، هم إدوارد وكريستيان وويليام ولويس وميلو وتوماس من روبين دينيس مور، بينما لديه لوسيا والأرس من الكاتبة روزاليندا روس. وعن الفنانة الكويتية المحبوبة هنادي الكندي فلديها طفلان توأم من زوجها الحالي المخرج محمد الحداد، هم إيفا وآدم، حيث تعتبر ثالث زوج لها، وأنجبت 3 أطفال من زوجها الأول وهم يوسف وعبد الله وعبد اللطيف. وقد نشرت هنادي أكثر من مقطع فيديو مرح لمعاناتها مع أبنائها الخمسة، إلا أنها كثيراً ما تصرخ أنها لا تنوي إنجاب أكثر من ذلك حتى تستطيع رعاية أبنائها وتواصل مستقبلها الفني. كما تحدث المطرب علي الحجار عن عائلته في أحد البرامج وأبنائه السبعة الذين يتمتعون بمواهب فنية عديدة منها الغناء والتلحين والتمثيل، موضحاً ما كانتش مقصودة. وعن أبنائه فهم 4 أولاد و3 فتيات. وللفنانة حنان ترك 5 أبناء، فلديها ابنان شابان من زوجها السابق خالد خطاب وهما خالد ويوسف، وأنجبت محمد من زوجها الثالث، ولديها بنتان من زوجها الحالي محمود مالك وهما مريم ومنى. ورغم أنها قد صرحت في وقت سابق أن لديها العديد من المشروعات الخاصة بها والتي تباشرها بشكل مستمر رغم تحملها مسؤولية 5 أبناء.